والآن لدينا إعلان تشيع شيخنا. ما شاء الله. اللهم صل على محمد. لدينا إعلان تشيع من الأخ أبو جواد من الأردن. السلام عليكم أخي أبو جواد. ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي أبو جواد، نبارك لكم شهر رمضان المبارك. بارك الله فيكم. حياكم الله أبو جواد. بودنا، أو ما هي أهم الأسباب التي أدت بكم إلى التشيع؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعن أعداءهم. بداية أهنيكم وأقدم تحياتي لكم في القناة وللشيخ ياسر الحبيب، اللي أعتبره هو المجدد الحقيقي للدين الإسلامي في هذا العصر يعني، أو في هذه الفترة. بارك الله يبارك فيكم. بالنسبة لي أنا طبعا من الناس اللي كنت عمري متشدد جدا يعني لعمر بن الخطاب لعنة الله عليه. سكنت فترة من الفترات مع أخ لبناني متشيع، فكان يتكلم يعني بدأ يطرح مسائل عن الشيعة، عن الشيعة وعن مظلومية أمير المؤمنين ومظلومية السيدة فاطمة الزهراء، وكان يتعرض لأبو بكر ولعمر ولعائشة. في هذه الفترة الصراحة يعني أنا فقدت أعصابي يعني، وحتى كمان تبعولت على الرجل، أتمنى أنه يسامحني يعني، إن شاء الله أنه يسامحني يا الله إن شاء الله. ولكن يعني بقي الضمير عندي دائما يتساءل، فبدأت أبحث وأقرأ وأستمع يعني خطب بعض المشايخ، وحتى كمان قابلت ناس يعني برا. أنا كنت عايش في المملكة العربية السعودية، وانتقلت بعدين للأردن. قابلت مشايخ في السعودية وقابلت مشايخ في الأردن من خلال البحث أو من خلال الخطب اللي استمعت لها، توصلت لنتيجة إنه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام نعم هو أولى بالخلافة من غيره، ولكن بقيت المسألة عالقة كما صورها بعض أهل الخلاف، إنه الخلاف كان مجرد خلاف سياسي على الإمارة أو شيء من هذا القبيل يعني. فبدأ يعني في داخلي صار في نوع من التذبذب والتردد. في مرة من المرات صراحة أنا كنت يعني أفتقد للمصادر الشيعية، كلها مصادر أهل الخلاف، فبالتالي يعني أتغذى منها، ما عندي شيء يوضح الحقيقة. في إحدى المرات واحد من الإخوان البكريين عرض لي مقطع للشيخ الحبيب، وكان الشيخ الحبيب يشتم عائشة وعمر وأبو بكر، فهنا بدأت أتابع الشيخ الحبيب، والحمد لله أني وقعت على كنز من أثمن الكنوز. بدأت أستمع للخطب وبدأت أستمع لمنطق الحوار، استمعت لخطبة كيف زيف الإسلام. بمجرد ما أن ثبت لي أن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام قد ظلمت، سقطت عندي جميع الشخصيات. ومن هنا بدأت أتابع الشيخ الحبيب وتابع القناة، والحمد لله رب العالمين. أنا أتابعكم تقريبا من 3 سنوات،
وفي كل مرة يتشيع شخص أتشيع معه، ولكن الآن أجي حظي ونصيبي أني أتشيع على القناة مباشرة يعني. إن شاء الله تعالى. أخي أبو جواد، يعني كم استغرق مدة البحث يعني إلى أن اقتنعت بالتشيع؟ هو شوف صديقي، أنا لأني كنت أعمل بحوث من السابق يعني، بس زي ما قلت لك ما كان عندي مصادر أخذ منها الأدلة الصحيحة، أخذت معي فترة، ولكن بمجرد ما أني سمعت لخطب الشيخ ياسر الحبيب من الحلقة الخامسة في سلسلة كيف زيف الإسلام، اختلف عندي المنهج. ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. أخي أبو جواد، رسالة سريعة توجهها لإخوانك من أهل الخلاف، ماذا تقول لهم؟ أقول لهم أن المسألة كاملة هي مسألة ضمير. إذا عندك ضمير وضميرك حي وتخاف من الله، اترك التعصب واحكم بالحق. أمير المؤمنين عليه السلام أولى بالخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام وقع عليها الظلم ولعنة الله على من ظلمها. أحسنت أخي أبو جواد. معكم سماحة الشيخ ليلقنكم الشهادات الإسلامية، تفضلوا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوان الكريم. وعليكم السلام يا شيخ الحبيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بك وثبتك على الإيمان والهدى، وقد أتحفتنا بما قلت. جزاك الله خير. نحن لنا بركة بأننا نتكلم معك. استغفر الله، جزاكم الله خير الجزاء، وفقكم الله وكثر من أمثالكم إن شاء الله. جزاك الله خير. على بركة الله تعالى، قل في هذه الليلة المباركة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير. جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشين. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هنيئاً لك يا أخوان الكريم. الجميع هنا فرح ومسرور بك. فنسأل الله تعالى لك الجنة بشفاعة محمد وآله الطاهرين. جزاكم الله خير وأرشدكم إلى طريق الحق يا رب. جزاكم الله الخير. بارك. أنا عندي طلب يا شيخ ياسر.
تفضل. الله يزيد فضلك. أتمنى يعني عندي طلب منك شخصي وطلب من القناة. طلبي منك أنك تدعو لي بالهداية وبأن الله يساعدني في قضاء ديوني. إلهي آمين. إن شاء الله أدعو لك في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. الله يجزاك خير. وطلبي من القناة أنه يرسلوا لي مقطع التشيع الخاص بي عشان أسمعه دائما. إن شاء الله. بارك إليك إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. هنيئا لك خير. جزاكم الله خير. يوم الحشر من ذهب النار. إذا شئت يا أبو جواد أن تبغي لنفسك مذهبا ينجيك يوم الحشر من لهب النار. فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمروي عن كعب أحباري. وواليت أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبريل عن الباري. بارك الله فيك أخي أبو جواد. ما كانت لديكم كلمة أخي أبو جواد. وقلت من سيمان هذا حظ عظيم. مبروك لك أبو جواد. مبروك لك أبو جواد. أبو جواد عنده كلمة لكم فأرجو الاستماع له. تفضل أخي أبو جواد. الله يزيد فضلك. والله يا إخوتي منذ أن تشيعت ومنذ أن بدأت أتابع هذه القناة لم يكن لي أهل إلا قناة فدك. الشرف في ذلك أخي أبو جواد. وأصحاب والحمد لله أكتفي بهم. بارك الله فيك أخي أبو جواد. أهلاً لنا إن شاء الله وأخ عزيز وأنت جزء من أسرتنا هذه إن شاء الله تعالى. جزاكم الله ألف خير. بارك الله. من أهل فدك. حياكم الله أخي أبو جواد وفي أمان الله.